لكن حقيقة بشكل عام هذا مما يؤذي، أننا مررنا ليسمع العالم، يعني مررنا بأزمة كبيرة في هذا البلد، أن الحكم الشرعي أبعد ما يكون عن الناس، الناس غير قادر على معرفة دينها في أبسط الأحكام الشرعية، كل شيء ممنوع. أنا ابن هذا الجيل، يعني عشت هذه الأيام المريرة، الحكم الشرعي صعب جدا، المعمم عملة نادرة ومخيفة أن تصل إليها وأن تسأل، المساجد ليس فيها رجل دين يوضح حكم الذي شرعي. يرتاد المساجد يحدم. بالضبط، يعني مشكلة، كل شيء مشكلة، أي مظهر لمظاهر التدين مشكلة، تم عزل الناس عن دينهم بحيث الناس مو عارفة صلاتها وصيامها، يعني عدنا إلى ما قبل 1600 سنة. يعني أوصل رسالة دكتور أيضا، شوفوا إخواني الذين يترحمون على النظام السابق والذين يترحمون على الوضع السابق، كل المؤمنين الذين في عملهم في صلاتهم في صومهم في حجهم في علاقاتهم الدينية في مشاكل، فهي في الواقع من تبعات تبعات ذلك النظام. ما كان يسمح واحد يتعلم مسألة شرعية، ما كان واحد يسمح له يروح للمسجد يصلي، يعتبر هذا مخالف للنظام، يعدموه إعدام على الصلاة، إعدام. أنا أقولها بملء الفم، بملء الفم. منطقة في بغداد تسمى بالقريعات، يعني أقربائي في تلك المنطقة، شاب في ذلك الوقت أن يذهب إلى المسجد ويصلي يكتب عليه تقرير ويعدم، لا يعرفون عنه شيئا. في شارع واحد تقريبا 370 شاب أعدموا بسبب ارتيادهم المساجد. لا أحد يسأل، لا أحد إلى حق يروح إلى المرجع أو يروح إلى الفقيه أو إلى رجل الدين أو يقرأ أو يسمع إلى إذاعة دينية أو إلى المسبحة محاضرة تهمة سيدنا، دينية. المسبحة تهمة. أقول هذا يعني أنتم إذا تترحمون على ذلك الوضع، اعرفوا أنه كان في الواقع منعكم من أبسط حقوقكم، وأن تتعرفوا دينكم، دينكم أن تتعرفوا، دينكم أن تتعرفوا عليه.